أعزائي المشاهدين مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي وضيفنا المتواجد معانا دوما ودائما الأستاذ فهد عبد الجليل أبو غازي. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور يا أبو فهد، حياك الله، سعيد بتواجدي معاك. الله يحييك. طبعا احنا عندما نتكلم مجال التوثيق الرياضي أو مجال البحث الرياضي، أنا أعتبر يعني نقطة في بحر مع مجموعة من الرواد اللي كانوا ولا زالوا يسعون في التوثيق الرياضي على مر التاريخ. أنا ما راح أذكر أسامي، لكن إحنا اليوم راح نتطرق حق اسم جميل جدا، اسم خلوق، اللي هو الأستاذ عبد الحميد الشطي بوضاري، أحد الموثقين للرياضة ومسيرة الرياضة عندنا بالكويت. أصدر مجموعة من الكتب، شارك وساهم في كتيبات لبطولات وكتيبات للاعبين اعتزلوا. طبعا الكل يعرف ان بدايته كان لاعب في نادي القادسية، حارس مرمى في نادي القادسية، والكل يذكر الابداع اللي سواه في مباراة سانتوس على استاد ثانوي على ملعب ثانوية شويخ سنة 1973 امام سانتوس الجيل. فريق سانتوس في تلك الفترة عمل جولة في المنطقة في الشرق الاوسط وفي الخليج، وقدر يكتسح الفرق اللي قابلهم، فاز بمصر، فاز بالسعودية، فاز بالبحرين، فاز بالسودان، يعني يمشي ويطحن بهالفرق، لكن وقف في الكويت هني وتعادل مع نادي القادسية في مباراة لا زالت عالقة في أذهان الشارع الرياضي. ونحمد الله، أنا من الناس اللي ليومك أقول الحمد لله أن المباراة هذه مسجلة بالتلفزيون أو مصورة تلفزيونيا، حتى نشاهد في تلك الفترة الإبداع اللي قاموا فيه لعيبة نادي القادسية في تلك الفترة. ومن ضمن النجوم اللي أبدعوا وذاد عن مرمى اللي هو ضيفنا أو عنوان حلقتنا هذه، ضيفنا الحاضر الغائب. الحاضر الغائب، الحاضر بضاري. طبعا بأعماله وبكتبه وبإنجازاته يعني، والغائب طبعا لأنه مو معانا بالاستديو، بس معانا الله يعطيه طولة العمر إن شاء الله. أبو ضاري قدم كتاب جميل جدا، اسمه كتاب والله يعني هذا هدانية في معرض الرياضة. إيه صحيح، يعني يوم طبعا زارنا، كان يزورنا، زارنا أكثر من مرة أعتقد، كان يجي كل يوم. إيه صحيح، لأن فعلا رجل يعني شاف معرضنا الأخير اللي سويناه، معرضنا الأخير سوينا نعم في صالة العدواني. صحيح، وشاف طبعا اللي هو كرة القدم الكويتية تاريخ وإنجازات مع الإخوان طبعا الشباب اللي معانا، مجموعة من الباحثين معانا، أنت أبو فهد ومجموعة من الإخوان. طبعا عرضنا كتيبات اعتزالات وتذاكر قديمة وكتيبات قديمة، كل ما يتعلق بكرة القدم الكويتية ابتداء من فترة الخمسينيات. صحيح، فشعر بضاري أن في أشياء نادرة، قال لي، فكان يزورني، هذا شلون حصلته؟ يعني أول مرة يمر علي. صحيح، هذا فيبين أن الرجل حريص، متابع، لا متابع، عنده أرشيف كبير. صحيح، يعني عنده أرشيف كبير، وقال لي أنا أنه يعني يحتفظ بميزانيات نادي القادسية منذ تأسيسه. صحيح، يعني وأعتقد جلدها، قال لي، أو على يعني على حسب ما أذكر. أهداني هذا الكتاب الحقيقة اللي هو كرة القدم الكويتية ومسيرة التحكيم وأبرز أحداث الرياضية من عام 2006 إلى عام 2008. طبعا هذا الكتاب الجميل اللي يحتوي أبو فهد على صور جميلة، يعني أنا راح أتناول بالبداية، أبدي بصور الخمسينيات. صحيح، صور الخمسينيات بالبداية طبعا الشيخ الراحل عبد الله السالم والعاهل السعودي الراحل ملك سعود بن عبد العزيز والشيخ عبد الله مبارك يتابعون مباراة منتخب بلدية مع ثانوية شويخ، وكذلك فريق مدرسة الصديق، ويبدو المدرس عبد الله بركات وخالد الحربان وراشد مبارك وعبد الكريم عبد الرضا، ويعني كذلك ازدادت المنافسة بين الشباب في الفرجان بعد أن حظيت يعني كرة القدم بشعبية كبيرة من الرياضيين طبعا، وشكلوا فرق في منطقة مناطق الكويت المختلفة، جبلة وشرق ومرقاب طبعا، مما تطلب لتأسيس أندية تشرف على النشاط الرياضي. على ضوء ذلك طبعا تأسس أكثر من نادي، من النادي الأهلي والجزيرة والخليج والعروبة والتعاون والنادي الشرقي والنهضة والندوة. هذه الصور الجميلة شوفها أبو فهد، يعني صور نادرة وجميلة جدا، يعني التوثيق يبين لك أن الملك سعود رحمة الله عليه والسمو الأمير أبو الدستور عبد الله السالم رحمة الله عليه حضروا إحدى الفعاليات أو المباريات في تلك الفترة، كانت يعني مباراة بين منتخب الأندية. أعزائي المشاهدين لا تبعدون، خلوكم معنا فاصل قصير وراجعين لكم إن شاء الله. We'll be right back.
أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملة بقية حلقتنا وكتاب المميز اللي أصدر الزميل العزيز عبد الحميد الشطي بوضاري، أصدر كتاب يتناول مسيرة الحركة الرياضية وكرة القدم. والله وحط صور جميلة الحقيقة، نادرة يعني شوف نادرة، هذه صورة من جريدة الصفحة الرئيسية أو مجلة اسمها مجلة الكويتي، هذا العدد صادر في عام 1957. هذه المجلة بفهج كانت تصدر من شركة نفط الكويت المحدودة كويت أول كومباني ليميتد، فكانت تصدر باللغة العربية وباللغة الإنجليزية. هذا ظاهر العدد اللي صدر باللغة الإنجليزية The History of Football in Kuwait، تاريخ كرة القدم في الكويت، صفحة عن تاريخ كرة القدم بالكويت. شوفها يعني سنة 57 هاي بفهج صادر باللغة الإنجليزية، اللغة الإنجليزية عن تاريخ كرة القدم في الكويت في مجلة الكويتي. صحيح. حقيقة مقال نادر، أنا أول مرة أشوفه. والله مقال نادر صراحة. يعني راح أبدي أدور أنا عندي. لازم. إيه والله. هني طبعًا كذلك رئيس مجلس إدارة شركة نفط الكويت يسلم الكأس لكابتن الحبارة. نادي الحبارة. نادي الحبارة مع النفط شركة نفط الكويت. يعني هذا طبعًا نادي الحبارة. كذلك مفهد يعني عندنا هني مجموعة من الصور الجميلة، الجمهور يتابع إحدى المباريات في الخمسينيات، والشيخ عبد الله مبارك يسلم الكاس لابراهيم مواش، يعني من اللاعبين البارزين في النادي الاهلي الكويتي، احد رجالات نادي الكويت، شيخ عبد الله الجابر ودوره الرائد في النشاط المدرسي. هذه كذلك صور جميله، شوف الجمهور هني ابو فهد. صحيح، والعفويه ويعني عدم التكلف. نعم، وكان اساسا كل شيء بسيط في تلك الفتره. هني الحقيقه هذه الصفحه يعني صفحه فيها صور نادره وجودتها عالية، يعني صورة للنادي الأهلي ونادي أرامكو ونادي الأحمدي ونادي الجزيرة ونادي المعارف ونادي الخليج ونادي الشرقي أو الشرقي وملعب الشرقي أو الشرقي عام 1953. صور نادرة وتوثيق يعني الأندية في الخمسينيات وفاهم. صحيح. أي نعم، صور فعلا نادرة، يعني جمعها كابتن عبد الحميد الشطي وضاري وحطها في هذا الكتاب، عرضها اللي هو كتابه كرة القدم الكويتية ومسيرة التحكيم. صحيح. كذلك مفهد صورة جميلة للشيخ عبد الله سالم يسلم الكاس لكابتن منتخب الأندية حسن ناصر هذا اللي لعبوا مع منو ثلاثة شويخ. زين، يعني هذه فعلا تشوفها مفهد صورة نادرة، يعني هذه هني. صحيح. يعني الشيخ عبد الله سالم يسلم، يعني هذه يمكن أول صورة أنا أشوفها الشيخ عبد الله سالم يسلم كاس، يعني العادة صباح الشيخ صباح سالم وعبد الله الجابر عبد الله رحمه الله، لكن هذه يمكن اول صوره تمر علي انا، عسى الله يرحمهم جميعا. وهذه صوره طبعا لمنتخب الكويت عام 64 وصوره للمنتخب كذلك عام 64، هذه طبعا صور لمنتخب الكويت في عام 1964. طيب كتاب قيم ومن استاذ يعني نقدره، واستاذ عبد الحميد الشطي صراحه حريص على اصداراته الجميله. نصل الحين التجوري عندك ابو غازي. والله التجوري بدام احنا تكلمنا عن حارس مرمى عبد الحميد شطي، ايش رايك نعرض هذه لاثنين من حراس المرمى بالكويت؟ طبعا صوره جميله جدا، طبعا بعد اتصال احمد طرابلسي. نعم. تولى حراسه المرمى لمده تقريبا سنتين اللي هو الكابتن الجميل جدا مصقر عبد الرضا عباس، والكابتن ادم مرجان كابتن نادي كاظمه، وعبد الرضا عباس كابتن نادي العربي في تلك الفترة. والصورة أعتقد أنها باستاذ محمد الحمد نادي الغادسية، مع الصورة الجميلة جدا للكابتن آدم مرجان والكابتن عبد الرضا عباس. نصل لنهاية حلقتنا، تقبلوا تحياتي وتحيات أخوكم فهد العبد الجليل، إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، ومع السلامة.